عزيزي مولود برج الثور. برج الثور قاعد ومتكي ودا يخطط ودا يفكر. برج الثور يريد ياخذ قرارات. برج الثور بعد 13 يوم اكو تغيير رح يصير شامل بالعمل بالعاطفه مع منو لا اعلم. برج الثور منتظر انت يا اما رح تجيك هديه يا اما انت تريد تبعث هديه. برج الثور قاعد ومرتجي وتنتظر تنتظر شيء حلو يخص حياتك والله اعلم. برج الثور بعدني دا اقول لك يا اما رح تجيك هديه يا اما انت رح تنطي هديه، هديه حلوه ان شاء الله، هديه خطوبه زواج مال رزق للمتزوجين ان شاء الله. ايها الثور ناخذ كرت الحظ. كرت الحظ يقول لك استمتع بالهداية الإلهية في انسجام توأم روحك. إذا استغل هذا الوقت يا ثور لأن بالعاطفة هي من جانبك. تحياتي لك.